رقم 11. قبل بس ما اتكلم في اي شيء، انا شخصيا هقوم اقف يعني احتراما الحقيقه لجمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، وادعو طبعا زمايلي كابتننا الكبار ان احنا نقف احتراما لجمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، لان لولا جمهور النادي الاهلي ولولا وجود جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه اعتقد كانت الامور هيبقى فيها شيء اخر. ولكن جمهور النادي الاهلي هو الافضل في كل شيء، جمهور النادي الاهلي الذي لم يستجب لاي استفزازات حدثت خلال هذه المباراه، جمهور النادي الاهلي اللي وقف مع لاعبته لغايه الدقيقه 94 او 95. فبنشكر جمهور النادي الاهلي على الوقوف بجانب لاعبته كالعاده الحقيقه. الف مبروك ليكوا اولا، الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي ولاعبي ومجلس ادارته وجهازه الفني. اتفضلوا يا كباتن، معلش انا اسف خدتكم فجاه كده، ولكن الحقيقه جمهور النادي الاهلي يستحق هذه التحيه. كابتن فتحي الف مبروك، كابتن بلال الف مبروك، يا كابتن اسامه الف مبروك. كابتن فتحي يعني جمهور النادي الاهلي يستحق ويستحق ان احنا نقف له بقيه الحلقه الحقيقه نتكلمهم واحنا واقفين، يعني لان هم طول المباراه واقفين حقيقه جمهور، ومش الجمهور اللي كان في الملعب، الجمهور اللي هو خارج الملعب في كل الشاشات طبعا كل الربوع، مش